يقول حفظكم الله: أود من فضيلتكم توضيح آية وقل ربي قال ربحكم بالحق وما بها من شبهة، لأنها يكون بها تلبيس على بعض الناس. ما فهمت الشبهة علشان قال ربحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. نعم الله أعلم، كأنه يطلب تعجيل الحكم بين الناس. نعم. يقول حفظكم الله والله الله جل وعلا لا يحكم إلا بالحق. نعم.